عائلة أم محمد بدورها تعيش في مدينة النجف في بيت متداعي، وهذه الأم المناضلة تعيل 9 أفراد يعيشون في ظل هذا البيت اللي سقط جزء منه وانهار. أريد البيت يكون من قسمتنا، وإحنا شفنا العوائل التعبانة وإحنا أنقص منهم، وأريد كل من يرحم بالبشر الله يرحم بيه، وإحنا تعبانين وإحنا حالتنا مو زينة، وشفناها بالشرقية شفناها العوائل التعبانة، بس إحنا أنزل منهم. أما العائلة الأخيرة فهي عائلة أبو محمد، تعيش في بيت يغطي سقف رقيق من الألمنيوم أطراف متداعية، بني في التجاوز. أما أب العائلة فمريض بانسداد الشرايين ولا يقوى حتى على المشي. أتوقع أن العائلة اللي راح تفوز بهذا البيت من عتبة الخير من قناة الشرقية، لأن أنا أحق إنسان بهذا البيت. بيتي من تشينكو وضعته كلش تعبانة، الصيف كلش حار والشتاء ينضح ماي، فإن شاء الله أتوقع أنا اللي راح أفوز لي. عتبة الخير هو برنامج هدف إلى مشاركة العراقي لهموم شعبه، وكي نظهر حال بعض العائلات ونشجع على ثقافة التكاتف والتآلف. في النهاية سيكون للمشاهد العراقي الدور الرئيس في اختيار العائلة الأكثر استحقاقاً لسكن لائق تقدم الشرقية، فصوتكم يصنع الفارق. نرجع مشاهدينا ومع هذه اللحظات الجميلة ولحظات مليئة بالترقب، والكل ده ينتظر إعلان النتيجة. خلي نشوف جمال وأيضا عائلة أم جاسم، احتمال هي العائلة اللي فازت جمال سامعنا؟ جمال تسمعنا؟ أسمعك. ما بغداد وصلت صورة بغداد، الأجواء أيضاً أجواء تفاعلية، أجواء حلوة، عكس الأجواء اللي حلوة، أجواء حلوة. الحلو أنه الكل متفاعل مع جيرانه والكل يتمنى الخير، يعني حتى العوائل المشتركة نفسها، يعني أبو الموصل يتوقع أنه يشكل حال عائلة النجف وغيرها، هاي الأجواء التفاعلية الحلوة صراحة اللي اليوم كانت. لازم نقول الحمد لله الدنيا ما زالت بخير. الحمد لله طبعاً. ما أعرف جمال إذا سامعنا. أبو عمر تسمعنا؟ أبو عمر؟ زين هند سامعتنا؟ أم احتمال عائلة أبو علاء يعني؟ أي نعم هي اللي فازت ماهر. احنا نتأكد من أنه الكل سامعنا، يعني كل مراسلينا بالمحافظات الخمسة. ماهر عبد السميع. يلا نبدي مع أبو عمر يعني ما دام يسمعنا. أبو عمر؟ ماهر. أبو عمر سامعنا؟ ماهر أنا سامعتك ماهر. كوثر. الأجواء في بغداد يعني كوثر أنا أسمعك. أبو عمر كوثر. أبو عمر تسمعنا؟ النتيجة. أبو عمر؟ نعم نعم كوثر تسمعنا أبو عمر؟ إيه أسمعك أسمعك. نعم إيه أسمع كوثر. أنا أسمعك من بغداد كوثر. أبو عمر كوثر أنا نعم أنت معانا؟ نعم كوثر. نعم كوثر. كوثر كوثر أنا أسمعك كوثر. أسمعك كوثر. أسمعك أنا وأسمع ماهر بصورة واضحة. هند أعطينا صور تشمع العائلة. هند أعطينا صور تشمع عائلة أبو علاء إذا تسمعينا. وصلت صورة هند والعائلة. لحظات فقط تفصلنا عن إعلان النتيجة. في الوقت الحالي جاهزين؟ جاهزين مشاهدينا يعني راح نعلن النتيجة الآن. جاهزين؟ أنا جاهز. أبو عمر أبو عمر الأجواء نعم. الأجواء نعم. شلون نعم. هي أمك؟ الأجواء شلون هي أمك؟ نعم الأجواء شلون هي أمك؟ وصف لنا إياها. نعم كوثر أسمعك. إي الأجواء يمك وصف لنا إياها أبو عمر.
الأجواء هناك أجواء محبة وأجواء فرح. العشرات من أبناء المحلة اللي تسكن بيها أبو العائلة عمر. هذه الكريمة عائلة أبو عمر. محمد أبو عمر احنا ما نريد نطول، ينتظرون ويترقبون النتيجة. أبو عمر احنا ما نريد نطول عليك ولا على كل المشاهدين ولا على عائلة أم محمد. أعطيني أم محمد، أعطيني أم محمد وقلها بشرها، قلها البيت إلك، البيت من نصيب أم محمد، ألف مبروك لأم محمد ولمحمد والعائلة. مبروكين، هذه مشاعر الفرح، هذه مشاعر خير. ماذا تقولين في أم محمد؟ عمر يعني مثل ما كان الناس الكل اول مشتركه، هي توقعت بكل بيت ام محمد، عائله ام محمد من النجف اللي يسكنون في بيت اشبه بالكوخ. حلوه الاجواء الفرح. مشاهدينا الاعزاء، هذا هو الفرح الغامر الذي نجيب وفر اكيد بقيه العوائل طول تغطيتنا كانت الأجواء المحيطة بيت أم محمد كانت مظلمة، إن شاء الله راح يقعدون البيت يشع النور بي، وأيضا تكون بداية جديدة. أولا باسم محطة النجف سادتها وعشائرتها وحكومتها والمهل المنطقة، نشكر سعد البزاز وقناة الشرقية على حسن النيع لهاي العائلة الفقيرة. والله شاهد، انا امنيتي اهوس السعد الفزاز. يلا هوس. اسمع، اولا اولا ارجع اعطيه مجال. شوف ارجع 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 اسمع 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 يلا ارجع يلا يلا كمل كمل. اولا هاي الهوسه باسم محطه النجف وباسم الفقره اللي يدعمهم سعد الفزاز. اسمع نقول يا سعد البزاز، لك علوان ثابت خوش لك تقدير. يا رباط العراق يلما صرت سمسير لا برطيل، تاخذ لا بالوساطة تصير. هرشد والغير يقل، اسمع اسمع اسمع، هرشد والغير يقل هذا البيرق والعلوان، هرشد والغير يقل هذا البيرق والعلوان. ارجع سعد البزاز، ارجع أبوك علمك للجود وانت تعلمت منه، يصل من ظهر عربي تفنه ليوصلك فنه، انت الحيد وابن الحيد وجدك ينشد عنه. اهل النجف وكل المحافظات الفقرة، ها وشلون ندور غيرك وانت المعرض هلك الفات، شلون ندور غيرك مشاعر الفرح لا توصف امام العشرات من ابناء هذه المدينه المقدسه. مشاهدينا
مشاعر عمر ابو عمر يا ريت تشوف فرحه ام محمد. محمد ام محمد وينها من هاي الفرحه؟ سامعنا ابو عمر؟ مشكلة نسمع الأجواء وأصوات الأجواء صعوبة نسمع يعني ماهر. نعم أبو عمر. نعم نعم نريد نشوف فرحة أبو محمد. نعم 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 أجواء الفرح سادت بيت أبو محمد، يعني أجواء لا توصف من الفرح الغامر الذي نعيش هذه الفرحة. فرحة الموسيقى الشعبية أيضا تعزف الألحان والأناشيد والأهازيج الشعبية، فرحة كبيرة وتدافع، ترون تدافع كبير لا يوصف من المواطنين. راح بيك هوسه بعد ردود بعد. يلا 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 يا تعال هنا شغلنا. تعال وخر بس ارجع ارجع يعني ما اعرف مشاهدينا، يعني قبل لحظات كابشن نزل، يعني الكل اكيد دا يتساءل، واني من ضمن الناس اتساءل عن بيت ثاني خصصه الاستاذ سعد البزاز، يعني مدى نعرف شنو الموضوع، يعني هناك اكيد مفاجاه ثانيه، يعني البيت الثاني المن راح يكون من نصيب اي عائله، يعني مدى نعرف لحد الان، بانتظار التفاصيل. يعني أكو بيت ثاني فخلينا نشوف. طبعا لحد الآن نحن ما نعرف البيت الثاني لأي عائلة، فخلينا نتأكد من كل المراسلين ويانا يسمعونا ولا لا. هين تسمعينا؟ عبد السميع، جمال، كوثر اسمعك، كوثر اسمعك، عبد السميع، جمال، تسمعوني؟ اسمعك كوثر. أنا كوثر اتصال مقطوع بي، اسمع. جمال تسمعني؟ جمال هند سامعتنا الحمد لله. مدى جمال اسمع من التلفزيون، الاتصال مقطوع بيا. اوكي اسمع من التلفزيون. تمام خليك مع التلفزيون بس اسمعنا، المهم تسمعنا. وهند انت هم خلي شويانا، الاهم شيء تسمعنا. جمال اكو بيت ثاني، الاستاذ سعد البزاز خصص بيت ثاني بس لاي عائله لحد الان ما نعرف. اذا تسمعوني هند، عبد السميع، جمال، اذا تسمعوني، في اكو بيت ثاني خصص الاستاذ سعد البزاز بس لحد الان ما نعرف اي عائله، فبعد قليل راح نبلغكم. البيت الثاني اكو نسبه التصويت كان بين عائله وثانيه قليله، يعني نسبه التصويت العائله متقاربه يعني جداً. عائله ام محمد حصلت على 26.9 بالعشرة. النسب ظهرت أمامكم على الشاشة، كل عائلة والنسبة اللي حصلت عليها. فبما أنه الفرق بسيط جداً بين عائلة أم محمد اللي فازت بالبيت، وعلى فكرة نحب ننوه، أبو علاء حصل على 14، عائلة أم جاسم 26.3، عائلة أبو علي حصلت على 17.6، عائلة أم محمد اللي فازت ويانا اللي هي 26.9 بالعشرة، وعائلة الموصل، عائلة أبو أحمد من سامرة حصلت على 15.1%. سادون، جمال تسمعني؟ جمال تسمعني؟ بما انه النسب متقاربه بين عائله النجف وعائله الموصل، فالبيت الثاني راح يكون
من عائلة من نصيب عائلة أم جاسم. مبروك عائلة أم جاسم من الموصل. مبروك أم جاسم. مبروك العائلة أم جاسم. أحب أنوه مشاهدينا الكرام إلى أنه البيوت اثنيناتهم هي ملك صرف العائلتين ورح تسجل بالطابو. وأيضا عندنا مفاجآت أخرى، يعني ما شاء الله اليوم المفاجآت كثيرة. مبروك أم جاسم. مبروك للعائلتين، وأيضا أكو مفاجآت ثانية حسب ما يقولون بالإدارة. الأجواء طبعا حلوة وإحنا بعد يعني فرحانين وياهم، يعني دوم هاي الفرحة. آمين إن شاء الله يا رب دائما الأفراح ببيوت العراقيين كليتهم. والفرحة وانتظار المفاجأة الثالثة. انتظار المفاجأة الثالثة. طبعا مفاجأة أستاذ سعد يعني معروفة، مو غريبة عليه. مو غريبة عليه. مو غريبة. جمال. جمال سامعنا؟ نعم. جمال سامعنا؟ اسمع. نريد نعيش، نريد نعيش أجواء الفرح اللي دا تعيشها عائلة يعني أم جاسم من الموصل، وأيضا محبيها وأهلها وأقاربها. يعني أم جاسم دموع الفرح. أوصف لك المشهد قبل ما تعلن النتائج. أول نتيجة طبعا جاسم كنت قريب منه، جاسم كان يرجف طبعا قبل النتائج. أم جاسم لو استمرت النتائج ما انعرضت بعد خمس دقائق يمكن كان أغمي عليها. لا سمح الله. مو أم جاسم فرحانة؟ كيف؟ الحمد لله. أول شيء طبعا هو الكل فرحة العائلة اللي بالنجف، وماكو فرق بين الكل. أكيد. يعني هم الكل مشاركتهم بالبرنامج مكسب هو. أكيد. بس فرحانين بالفوز ان شاء الله. طبعا هاي بعض العوائل، بعض الجيران جو يهنون ام جاسم. هاي البيوت الموصليه وهاي المشاركه. انا طبعا بعض المشاركين من الجيران، وهاي التهاني طبعا بعض القبل اللي كان لنا حصه منها ايضا من الجيران. فرحانه ام جاسم؟ الله يبارك. جاسم فرحان؟ الحمد لله. وين الهلولة؟ صدق شوية حرك شوية بعين. سمعونا أغاني موصلية معروفة شوية. يلا هاي طبعا بعد إذا تسمعني ماهر الأجواء أيضا خارج المنطقة تسمعني. هاي بعض الأفراح وبعض الجيران طبعا الموقف كان فرحانة طبعاً. أخت أم جاسم الله يحفظك ويستر عليك. والله يحفظك. الله يعطيك الإيمان ويحفظ سعد البزاز. الله يحفظه ويحفظ أمة محمد إن شاء الله. يستر عليكم. الله يفتح عليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. هكذا هي الأجواء. ماهر كوثر ان شاء الله نشكره، ممنونين منه ومبارك له. الله يحفظه ان شاء الله يصير رئيسنا. علوان يصير رئيسنا، يعني يعطي للفقراء للمحتاجين.
تسمعينا؟ كوثر اسمعش كوثر اسمعش. جيد. عبد السميع تسمعنا؟ عبد السميع؟ عمار؟ عمار؟ عبد السميع تسمعني؟ عمار تسمعني؟ اسمعش كوثر. هند؟ هند تسمعيني؟ اسمعش اسمعش كوثر اسمعش. هند احنا قلنا احنا ذكرنا قبل شويه انه المفاجآت المستمره بالبرنامج. ولحد الان نعم. احنا نعم. حالنا من حالكم ما نعرف المفاجآت اللي راح تجي يعني برنامجنا ما اقتصر على توفير منزل لعائله محتاجه، لا ما شاء الله يعني لحد الان نعم. بيتين كانوا من نصيب. هو انا يا ريت تنقلوا لي الصوره لانه ما قيمه التلفزيون حتى يعرف شو اللي يصير. انه اللي فاز نعم. بمنزل هي عائلة أم محمد من النجف، حصلت على أعلى نسبة تصويت. ألف مبروك عليهم أكيد. أوكي. نعم. عائلة ثانية نعم. كانت النتيجة متقاربة ما بين عائلة أم محمد وأيضا عائلة أم جاسمة من الموصل، أيضا تكريما من الأستاذ سعد البزاز نعم. منحها منزل نعم. ثاني. عندي أوكي. اسمع عندي اسمع. وما زالت نعم. المفاجآت مستمرة نعم. وإحنا بس نريد نضبط معك وأيضا نعم. مع عمار. وايضا مع عبد السميع نعم. عزاوي اذا كنتوا سامعينا اكو طيب. مفاجاه طيب اني اسمعك ممكن 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 انه ابو علاء حاب يوجه كلمه للشرقيه ممكن تسمعوها لحظه قبل لا يوجه كلمه اوكي هناك مفاجاه نعم بس نعم. قول لي لابو علاء بانتظارك بانتظارك مفاجآت ما زالت مستمره من خلال برنامج مفاجاه بانتظاركم عائله ابو علاء فازت ويانا ام محمد من الموصل عبد السميع ام محمد كلامي وصلك وام جاسم من الموصل اسمعك عيني ما بعد الحمد لله عمار مفاجاه والكل فايز يعني بعد بس الخير احنا بانتظار ايضا عمار فقط تضبيط اذا هند سامعتني وعبد السميع سامعني سامعين اثنينكم نعم الاستاذ سعد البزاز نعم. يمنح عائله نعم. ابو احمد من سامره وعائله ابو علاء من بغداد مبلغ 20 مليون دينار عراقي الكل عائله نعم وعائله ابو علي نعم. من البصره ايضا ابو علاء ما فزتوا انتم بالبيت ويانا بس استاذ سعد البزاز منحكم 20 مليون يعني ان شاء الله يا ربي بالعافيه عليكم اكيد وشنو نتمنى لكم البيت بس الاستاذ خصص لعوائل اللي ما اخذت بيت خصص لها مبلغ 20 مليون فانت شنو تحب تقول للشرقيه؟ اولا اشكر الشرقيه نعم. وكادرها وسعد البزاز الله يطول عمره ويوفقه وساتر العايزين والما عندهم الله يستر عليه ويطول عمره بجاهيه رسول الله ونشكره على هاي المبادره وان يرحم ما عنده ونريد اكون دائما للفقير يرحم ما عنده ورحم الله واديه ماهر سامعني ماهر اي نعم سامعك هند ويانا ايضا ام علاء ام علاء حب نعم نعم نسمع نعم. ام علاء نسمع شنو بس نعم نعم شنو حابه تقولين ام علاء انت توقعتي انه بعد البيت ماكو بعد اي مبلغ مالي ولا اكو بيت ثاني حبيبتي بالعافيه على اللي فازوا بالبيت واخذوا بالعافيه عليهم واشكر سعد البزاز على هاي المبادره واشكر قناه الشرقيه بجميع كادرها واشكر سعد البزاز على هاي المبادره اللي يعني ساعدنا بيها الاستاذ سعد قدم لكم مبلغ 20 مليون لكم وللعوائل اللي ما فازت ويانا يعني ببيت ما خصصوا لهم منزل خصصوا للعوائل 20 مليون لكل عائله فمبروك عليكم وشايفين كل الخير وان شاء الله يا رب تقدرون بهذا المبلغ تنتقلون تستاجرون بيت ان شاء الله الله يطول بعمره ويزيد خيره ويحفظه للجميع سالتك قلت لك انت تعرفين تهلهلين قلتي لي اي انا اريد هالهوله يلا حبيبتي يلا مبروك عليك علاء البيت ومبروك ام رقيه وعمتنا ما اعرف فيها وين راحت نعم هند مبروك ام رقيه نعم نعم ماهر ما اعرف فراس ننتقل لعبد السميع
نعم. زين ولين؟ هند. وين اجواء الفرح؟ نعم. اختفت يعني قبل قليل كانت هوسات ودبكات و... لا اجواء اختفت. الفرح بعدها مستمره والشباب ويانا مستمرين ومحتفلين وفرحانين اكيد. اكيد الدليل انه هم راح يبلشون هسه بالعزف. يلا نسمع. وكنا نغني منصوره يا بغداد. يلا يلا تسمعنا عبد السميع؟ اسمعك كوثر. اسمعك كوثر. عبد السميع سمعت اللي قلناه قبل شويه الهند انه الاستاذ سعد البزاز قرر منح مبلغ 20 مليون دينار لبقيه العوائل اللي ما فازت ببيوت، اللي هي عائله ابو علاء من بغداد، عائله ابو احمد من سامره، وعائله ابو علي من البصره. فبشر عائله ابو احمد انه خصص لهم الاستاذ سعد 20 مليون دينار عراقي، ان شاء الله تساعدهم يعني. نعم نعم كوثر، هم يعني جنبي ابو احمد وام احمد. نعم. نحب نبلغكم انه الاستاذ سعد البزاز خصص لكم مبلغ 20 مليون انتم والعوائل اللي ما فازت بالبيت. بارك الله. انا اشكر سعد البزاز واشكر كادر الشرقيه واشكر الاستاذ عبد السميع واشكر كل واهني اللي فازوا بالبيوت واجعلهم ان شاء الله من اهل الخير وممنونين سعد البزاز والكادر الشرقيه كافه. ام احمد اختلفت فرحتك من منافستي بالبيت لو شنو؟ والله يكفي، احنا فزنا بحب كل العراقيين من الشمال للجنوب. ويا ربي محبه الناس وتفاعلهم، ويا رب ان شاء الله يعني اللي اخذوا البيوت ان شاء الله يا رب يتهنون بها، وان شاء الله تبقى ايده البيضاء الاستاذ سعد البزاز الطول كل بيت عراقي يا رب. يسالون كل خير، واحنا نتمنى كل الخير للعوائل اللي فازت. احنا مثل ما شفنا عبد السميع اسمع محمود قصيده من احد الاخوان يريد يشاركنا. ويا كلمات يعني هي اهديها كلمات يعني باسم الاخت ام احمد. اقول شو وصفك يا تاج الراس يا ملحه خبز كل حر، شو وصفك يا ابو الطيب يا معدل يا طير الحر، شو وصفك يا ابو الكلفات طيبه مرجله هيبه شجاعه اكثر واكثر. والله انت من العراق العظلم ما بات، والله انت من العراق العظلم ما بات. طبعا ابارك الاخت ام احمد وابارك الجميع اللي فازوا، وان شاء الله يا ربي يعني الفرحه على جميع العراقيين منهم المظلومين ان شاء الله. طبعا ماهر وكوثر انا احب بس يعني انوه الى قضيه انه الاجواء الاحتفاليه اللي موجوده قرب بيت ابو احمد بسامره ما توقفت حتى عندما يعني اعلنا انه الفوز كان لعائله ام محمد. اكيد الفرحه لكل العوائل يعني حلو هاي. بامكانك تخرج يعني السمية. الناس فرحانه بفرحه العوائل الاخرى أكيد. وكانت تتوقع اكو مفاجاه. كل اللي وياي بالبيت وخارج البيت كانوا يتوقعون مفاجاه. حلو عبد السميع يا ريت يعني تخرج خارج البيت بيت ابو احمد، اريد نشوف من جديد الدبكات والهوسات. المطبج
الموسيقى احنا تسمع صوت مطبج. فارت تسمعنا عبد السميع؟ اسمعك كوثر؟ نعم، في صوت احنا نسمع، اكو صوت مطبج، فياريت تنقلنا لبرا حتى نشوف الاجواء اللي برا وهاي الاصوات والموسيقى الشعبيه هاي الحلوه. نشوف الاصوات اللي برا، ممكن ننتقل لبرا. محمد صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. يعني انا كسبت محبة الناس، وبعدين الناس البر فرحانه، يعني خسرت البيت اللي ربحت، يعني خسرت البيت بس ربحت شيء، يعني تعاطفهم وياها. اسمع كوثر، اي هو هاي الاصوات اللي احنا نريدها. عبد السميع خليك وياهم. صوتي تقطع يمي كوثر، عفوا. احنا سامعينك كل زين، وياك احنا، وياك عبد السميع. احنا سامعينك واحنا، هو هذا اللي يريد نسمعه يعني. طبعا العوائل اللي بسامر فرح، يعني هاي الناس كلها فرحتها. العوائل ايضا اللي فازت ببيوت، يعني عائلة النجف وعائلة مستمرين بهاي الاجواء الاحتفاليه وكرنفال عتبة الخير، يعني راح نبقى متواصلين بهاي الاجواء. فقط نتوقف مع فاصل مشاهدينا و حد ما يجهز عمار. نعم. اذا مشاهدينا نرجع وياكم من جديد، ومن جديد حياكم الله وين ما تكونون. حياكم الله، ونحب نرجع نبارك، نحب نرجع نبارك العوائل اللي فازت ويانا. عائله الحاجيه حكمه ام محمد من النجف اللي فازت ويانا بيت. طبعا نحب اريد انوه مره ثانيه لانه البيت هو بيت ملك، ملك صرف، وراح يسجل بالطابو. ولين كانت النتيجة متقاربة جدا ما بين نسبة التصويت اللي حصلت عليها عائلة أم محمد وأيضا عائلة أم جاسم، فقرر الأستاذ سعد البزاز
مشكورا ايضا بمنح هذه العائله بيت ثاني، والمفاجات لهنا وما انتهت وبقت مستمره اكيد. واللي ما فازت العوائل ما فازت ببيوت ايضا قرر الاستاذ سعد بزاز منح مبلغ 20 مليون دينار عراقي، ونبارك ايضا عائله ابو علاء من بغداد وعائلة أبو أحمد من سامرة، وأيضا عائلة أبو علي من البصرة. أبو علي اللي إحنا بانتظار. نعم بانتظار إنه يكون ويانا عمار السعد حتى نتعرف على الأجواء في مدينة البصرة وبتحديد حي الجزائر بالقرب من بيت عائلة أبو علي. إذن نرجع مشاهدينا ونذهب مباشرة إلى مدينة البصرة. عمار ماهر، طبعا أسمعك واضح، الفرحة ما شاء الله موجودة في البصرة، تبارك إلى بغداد، تبارك إلى النجف، وتبارك إلى جميع العوائل اللي ما شاء الله فرحوا بمناسبة البيوت والفلوس. طبعا بالبداية أقول يعني عندما قالوا النتيجة وما ربحوا بيت أبو علي شوية الضغط نزل، ولكن عندما قالوا 20 مليون الضغط رجع صار فول والمشاعر صارت جياشة. أبو علي قرت عينك، تعال يمي. أشكرك. شلونك؟ سعد بزاز. وردة. أشكر العوائل كلها، مبروك عليهم. وردة. مبروك على العوائل كلها. مبروك عليك أنت همين 20 مليون إن شاء الله. الله يوديك، ما قصر سعد بزاز، حم الله يوديك. وردة وردة، أنت مبروك عليك أبو علي ال 20 مليون، وطينا بوسة. عمار تسمعني. تسكت لا بوسة ولا شيء. قل لي قل لي أنت شو حتسوي بال 20 مليون؟ عمار إذا سامعنا، عمار. بعد أرض تبنيها؟ وأبنيها أقدر أبنيها. نعم. عمار. مع مهر. يعني ما أعرف شو الأجواء. تقول عكس اللي قلته، يعني تقول الفرحة ما زالت مستمرة والأجواء ما زالت مفرحة،
ماكو هذا الشيء. لحظة ماهر، هسه راح تنطلق، بس أول مرة ناخذ كلمات من عندهم وراح تجي لك الفرحة، انتظر بس شوية. يعني ورد عمار، أوكي. ورد قطعة أرض راح تشتري؟ اشتري إن شاء الله، وشون ما كان أقدر أدبر البيت، يعني المهم إلي أرض أنا أبني عليها. أوكي، أبو علي راح يشتري قطعة أرض ب20 مليون وراح يبنيها. شباب هسه حاليا حان موعد الاحتفال، وين الموسيقى مالتنا؟ وين العاب النارية؟ يلا يلا شباب، الأجواء يعني فرحتنا، يعني كل العوائل الحمد لله، إنه كل العوائل فرحانة يعني.